مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حكايتي. أتمنى أن يعجبكم. قبل أن نبدأ، أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بجديد الفيديوهات. مرحبا، أنا سعاد، وأنا محظوظة لأنني ولدت في عائلة ثرية للغاية. لست أتفاخر بهذا، لكن لسوء الحظ كل شخص لديه مشاكله ولا تقل أهميتها عن أي شخص آخر. مشكلتي الكبرى كانت هي العثور على أصدقاء. لا تعتقدوا أنني متعجرفة أو مغرورة أو أيا كان ما يفكر به الناس حول أطفال الأسر الغنية. والدي هو شخص بسيط للغاية، ويريد أن يعمل أطفاله بطريقتهم الخاصة من خلال الحياة أيضا. هذا لا يعني أن لديه قيودا صارمة على استخدام المال. اعتقاده هو أنهم بحاجة إلى استثمار وقتنا وجهدنا في الدراسة، ويجب أن يعملوا مثل أي شخص آخر. لهذا السبب عشنا دائماً حياة بسيطة جداً، لا نعيش في قصر ولكن في منزل عادي. أصر والدي أيضاً على أن نذهب إلى مدرسة عادية وليس للمدارس الخاصة الفاخرة. عندما كنت طفلة لم ألاحظ الفرق بيني وبين الأطفال الآخرين، شاركنا جميعاً في نفس الدراسات والهوايات. إنني شخصية اجتماعية للغاية، لذلك لم أواجه مشاكل في العثور على أصدقاء. لكن عندما أصبحت مراهقة وذهبت إلى المدرسة الثانوية، لاحظت أن الأمور قد تغيرت. تم تقسيم الجميع إلى مجموعات ورتب. لم تعد مجرد مجموعة كبيرة من الأطفال بعد الآن. لم تعجبني فكرة تصنيف الأشخاص، لكن علي أن أتكيف مع هذا للاستمتاع بالحياة. كنت في مدرسة جديدة وأردت فقط تكوين صداقات. جاءوا لي واقترحوا أن أتسكع معهم. قلت لم لا؟ بدوا وكأنهم أناس لطيفون حقا. تحدثوا كثيرا عن الملابس وجميع الأشياء الأخرى العصرية في هذه الأيام. اكتشفت أنهم علموا بطريقة أو بأخرى من هي أنا وعن الأسرة الغنية التي أنتمي إليها، وبدأت في الشك في أنهم يريدون مصادقتي لأن عائلتي غنية فقط. بدأت أراقب صديقات الجدد بانتباه. لقد علمني والدي أنه يجب دائماً التحقق من الأشخاص قبل الوثوق بهم. كان لدي ثلاث صديقات، أمينة وسارة ولميس، ومع مرور الوقت لم ألاحظ أي اهتمام خاص بثروة أسرتي. عندها بدأت الأمور تتغير من وقت لآخر عندما نخرج معاً. تطلب مني أمينة أو سارة أن أدفع ثمن تذاكر السينما أو القهوة، ويعدونني برد الأموال في الغد، لكنهم لا يعيدوها أبداً. واعتقدت أنه من التافه قليلاً تذكيرهم. ثم بدأت شهيتهم في النمو. في بعض الأحيان يطلبان مني أن أدفع القهوة للجميع. شعرت بالحزن على استغلالهم لي، لكنهم كانوا صديقاتي. واعتقدت أنهم من العار التشاجر على المال. شعرت بالغضب من هذا الوضع، وبدأت في التفكير، ماذا لو أنهم أقاموا صداقات معي فقط بسبب أموالي؟ ماذا لو كانوا لا يحبونني حقاً؟ أردت أن أتحقق ما إذا كانوا يحبونني أنا أم أموالي، وقلت أنه من الأفضل أن أكون وحدي على أن أكون مع الأصدقاء الذين يستغلونني فقط. في يوم من الأيام التقيت بهم وتظاهرت بالحزن الشديد. قلت لهم أن لدي مشاكل مالية في المنزل، وأن والدي فقد عمله، وأنه قام بقطع مصروفي، ولم يعد لدي أي مال. رأيتهم يتبادلون النظرات، لكنهم لم يقولوا شيئاً. لكن عندما ذهبنا إلى السينما، طلبت منهم دفع ثمن تذكرة الدخول. قلت آسف يا صديقاتي، هل يمكنكم إقراضي المال؟ سوف أعيده بأسرع وقت ممكن. تبادلوا النظرات مرة أخرى، ثم قالت أمينة انظري، لسنا أغنياء مثلك ولا يمكننا رعايتك. آسفة، ربما سيكون من الأفضل لو تذهبي لمنزلك. ودخلت أمينة وسارة للسينما وتركوني. الآن عرفت، كنت أحدق في ظهورهم بينما كانوا يمشون بعيداً، وأنا أشعر بخيبة أمل كبيرة. ولم ألاحظ أن لميس ما زالت تقف بجانبي،
سألتني عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، وعرضت دفع ثمن تذكرة السينما. شكرت لميس من أعماق قلبي لأنها أعادت ثقتي في الصداقة، وبعدها أصبحنا أفضل صديقتين بسبب أن صداقتنا مبنية على الصدق والمساعدة وليس على الكذب والاستغلال. من أكثر الناس حظاً في هذه الدنيا من وجد صديقاً وفياً مخلصاً، ومن عرف المعنى الحقيقي للصداقة وبدأ بتطبيقه في مسار حياته. فالصداقة من أثمن العلاقات الإنسانية ومن أجملها وأنقاها. إن أعجبتكم القصة اكتبوا تعليقاً أسفل الفيديو وانشروها لتصل للجميع. شكراً على المشاهدة، إلى اللقاء في رواية جديدة. قصص جميلة في انتظارك.